بسيطه. ممكن اجي هنا كده اعمل كلاس، اعمل كلاس، اعمل نيو كلاس، اعمل كلاس كده واسميه امبا مثلا، اسميه تيست 1، اسميه مين؟ تيست 1. تمام؟ تيست 1. هل الكلاس ده تيست 1 ده نفسه عايز احط له بروبرتي؟ عايز احط له مين؟ بروبرتي. فانا قلت مين؟ برو مين؟ انت مثلا اي دي، او تعالى نسميه برودكت. مين؟ برودكت. عندي مين؟ الاي دي بتاعه، وعندي مين؟ البرايس بتاعه. البرايس بتاعه انت مين؟ برايس، او نخليه مثلا مين؟ بابل دبل دبل مين؟ البرايس. في مشاكل في كده؟ طيب انا عندي كلاس اهو، مش لازم نفس الكلاس اسمه تيست، ماليش دعوه. انا اتعامل مع مين؟ مع اللوجيك بتاعي. ينفع في الملف ده اعمل كلاس ثاني؟ ينفع في الملف ده اعمل كلاس ثاني؟ اعمل كلاس كده واسميه مثلا اسمه مثلا كاتوجري. ينفع يعمل كلاس ثاني اسمه كاتوجري في نفس الكلاس؟ عادي خالص، ملف ملوش دعوه، ده كلاس. طيب هل ينفع يا شباب الكلاس اسمه برودكت كده وراح اعمل كلاس ثاني في ملف ثاني او هنا برضه بنفس الكلاس بنفس اسم الكلاس؟ يعني اجي هنا كده اقول له ايه؟ كلاس اسمه مين؟ برودكت. ايه اللي حصل؟ قال لي انت عندك كلاس اسمه برودكت وعندك كلاس اسمه مين؟ برودكت. طب انا قلت له لا، انا عايز هنا كلاس اسمه برودكت فيه الاي دي وفيه البرايس، وبرده برو عايز بروبرتي اقسم نصهم شويه، نصهم هنا ونصهم هنا، وهنا النيم، وهنا مثلا البرودكت ليه تاني؟ دي مثلا ليه مثلا الديسكريبشن. انا عايز نصهم هنا ونصهم هنا. انا عايز كلاسين، ومش لازم يبقى في نفس الفايل. يعني انا عايز هنا في كلاس تاني، في فايل تاني نفس الكلاس يبقى اسمه برودكت وهناك اسمه مين؟ برودكت. انا عايز اعمل الكلاس ده اعرف نصه هنا ونصه هنا. ينفع الكلام ده ولا ما ينفعش؟ وهنا شوت فانكشن ولا شوت فانكشن؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ هو جاي لي ضغط، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. قال لك عشان تخليه ينفع تكتب جنب الكلاس كده حاجه اسمها مين؟ بارشل. حاجه اسمها مين؟ بارشل، يعني جزء، جزئي، جزئي. اول ما تكتب له بارشل وتيجي تحت مين؟ تحت ده تكتب له كلمه مين؟ بارشل. اول ما تكتب له كلمه بارشل، بارشل اللي حصل؟ عمل لك كلاس اسمه برودكت وهو نفسه ضاف عليه نيم ومين؟ لما اجي اخد نسخه من البرودكت هيظهر عندي الاي دي والبرايس بس، ولا كل البروبرتي اللي عندك دي؟ كل البروبرتي، الاي دي والنيم والبرايس ومين؟ والنيم ومين؟ والديسكريبشن. اول ما تيجي اخد اوبجكت يظهر كل البروبرتي اللي هنا مع كل البروبرتي اللي هنا، كل الفانكشن هنا مع كل مين؟ فانكشن هنا. بس كل اللي عملته ايه؟ انا قسمت الكلاس بتاعي نصه فايل ونصه فايل تاني. يعني مش لازم يعني يبقى الاثنين في فايل، يعني ممكن اخد ده كنترول اكس واضيف ايه؟ كلاس تاني كده، اد نيو كلاس وليكن كلاس 2، واحطه هنا مين؟ الكلاس بتاعي اهو. حطيت نصه هنا في الكلاس ونصه هنا في مين؟ في كلاس تاني، في فايل ونفسه فايل تاني. لما اجي اطلع بره واتعامل معاه بقى في البروجرام هنا، اتعامل معاه ازاي؟ اخد نسخه ازاي؟ اسمه ايه؟ برودكت بي يساوي مين؟ نيو مين؟ برودكت. اول ما اقول له بي يا ترى الاقي ايه؟ الاقي كل حاجه عندي ولا ايه؟ الاقي كل البروبرتي. اقول له بي دوت الاقي الديسكريبشن، الاي دي، ونيم، ومين؟ برايس. كل الحكايه انا قسمت ده فايل وده فايل عشان تخلي الحكايه دي تحصل، تكتب جنبيه كلمه مين؟ بارشل. هتلاقي اساسا في الانتي فريم ورك، الانتي فريم ورك اللي احنا هناخدها تلاقي ايه؟ نزل لك الكلاسات كلها بارشل 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 كلاس بارشل كلاس، عشان انت تروح تزود تعمل كلاس نفس الكلاس بس تزود بروبرتي بقى اللي انت عايزه تزود عليه. يبقى بارشل يعني ايه؟ كلاس عادي خالص، بس ايه؟ بقول له بارشل. بارشل يعني ايه؟ هكتب نص الحاجات اللي هنا ونص الحاجات الثانيه هنا، نص البروبرتي هنا ونص الفانكشن. يبقى عشان تخلي الموضوع ده ينفع لازم تكتب كلمه مين؟ بارشل. طب لو انا وحشت كلمه بارشل ده هل هيحترض ولا مش هيحترض؟ هيحترض، ما ينفعش تسمي كلاس بنفس الايه؟ الاسم. فعشان تخلي ينفع تكتب كلمه مين؟ بارشل. في مشاكل في كده؟ طيب يبقى احنا عشان نخلي الكلاس بتاعنا ابستراكت نكتب كلمه مين؟ ابستراكت. عشان نخلي الكلاس بتاعنا بارشل نعمل كلمه مين؟ بارشل. طب هو ابستراكت وهو بارشل، الابستراكت لسه جايبينه اللي هو حاجه كده اساسا انا مش عايز اخد منه ايه؟ اوبجكت، انا عايز استفيد منه ايه؟ من كلاسات ثانيه. طب والبارشل ايه هو؟ بارشل ان انا عايز اعرف شات بروبرتي في كلاس وهو نفس الكلاس بس هكمل عليه. او مثلا انا شغال وراي دي شغال، انا عايز انا وهو شغالين في نفس الكلاس، هو ياخد يعمل بارشل كلاس وانا اعمل بارشل كلاس، واحنا الاثنين بنشتغل في نفس ايه؟ الكلاس. في مشاكل في كده؟ حد عنده مشاكل في كده؟ عشان نخليه بارشل نكتب كلمه مين؟ بارشل. تمام كده؟ طيب ناخد حاجه ثانيه. هنا كده البيرسون ده ابستراكت، ينفع اخد منه اوبجكت؟ طب ينفع اورثه؟
ينفع اورثه. رحت مين اللي ورثه هنا؟ مين اللي ورثه؟ الامبلوي. في مشاكل في كده؟ اللي ورثه الامبلوي. اول ما ورثه الامبلوي ورث كل الحاجات اللي عنده. في مشاكل في كده؟ طيب المانجر ممكن يورث مين؟ ممكن يورث البيرسون بس. بس لو ورث البيرسون ما عندوش الحاجات اللي موجوده في مين؟ في الامبلوي اللي هي السالري والبونص والكلام ده، صح؟ فلو خليته يورث من الامبلوي هيحصل كده، ورث كل اللي عند الامبلوي بالاضافه اللي عند مين؟ البيرسون. في مشاكل في كده؟ طيب رحت قلت له هنا لو انا خدت اوبجكت من البيرسون كده، اوبجكت من المانجر، مانجر ام يساوي نيو مين؟ نيو مانجر. الاقي ايه؟ الاقي ام على الرغم ان هو ما فيهوش اي حاجه، مش كاتب في حاجه، بص الاي دي والنيم والسالري والايج، على الرغم ان انت رحت للمانجر ده ما فيهوش ولا ايه؟ بس هو ورث من مين؟ في مشاكل في كده؟ طيب انا عايز دلوقتي يجي حد يورث من المانجر ده يقول له ما ينفعش يورث، يعني مثلا اجي يورث من المانجر ده اضيف كلاس ثاني اهو، الكلاس اللي اسمه تيست ده. يجي حد يورث اللي هو البرودكت ده، انا عايز يورث من المانجر. عايز يورث كده اقول له كده انهرت من مين؟ من المانجر. كده اول ما انهرت من المانجر هلاقي كل الحاجات اللي عند المانجر ولا لا؟ انا عايز بص ما اخري يورث من المانجر، ما حدش يورث من المانجر. الناس تورث من الامبلوي ماشي، الناس تورث من البيرسو ماشي، بس المانجر ده مش عايزه يورث. يعني يجي حد يعمل كلاس كده، يجي حد يضيف كلاس كده اد كلاس، حد يجي يضيف كلاس كده اي مهما يكون اسمه ويجي يقول لي اد كلاس، يجي يقول لي انهرت من المانجر، انهرت من المانجر، يجي ينادي على كلاس 2 اسمه كلاس 2، يجي بره كده يقول لي كلاس 2، يقول لي كلاس 2 سي 2 يساوي مين؟ نيو مين؟ كلاس 2. كده ورث من مين؟ من المانجر، ولاقى كل الحاجات اللي عند مين؟ المانجر. انا عايز المانجر ده اخر حاجه عندي، اخر حاجه عندي، زي اول حاجه عندي كده البيرسون، عايز اقفل، عايز اقفل. فاكرين اللي هي كنت بتقفل الاوفرلود ازاي؟ كنا بنقفل الاوفرلود ازاي؟ نقول له سيت. قال لك انت عايز تقفل المانجر ده ما حدش يورثه؟ ما حدش يورث المانجر؟ اكتب كلمه مين؟ سيت. ما حدش كده يقدر يورث ده. اول ما تقول له سيت تروح على الكلاس اللي هو الدين ده، يجي لك ايه؟ يقول لك اول ما تقول له سيت راجع لك ايه؟ ايرور. ايرور ليه؟ بيقول لك بص اقرا كده، كان نوت درايفد، يعني ان انت تورث فروم مين؟ سيلد كلاس. يبقى انا ما ينفعش اخد اوبجكت من مين؟ من سيلد كلاس. ومش عايزك تربط الابستراكت بالسيلد. السيلد معناه ما ينفعش اخد منه وراثه. ما ينفعش اخد منه ايه؟ ما ينفعش اورثه. طب الابستراكت ينفع اورثه ولا لا؟ صح؟ الابستراكت ينفع اورثه بس ما ينفعش اخد منه ايه؟ طب السيلد ما ينفعش اورثه. طب هو سيلد، المانجر ده سيلد، ينفع اخد منه اوبجكت؟ يعني مثلا هنا كده هنا انا خليته سيلد يبقى ما ينفعش اورثه. ينفع بره كده اجي اقول له ايه؟ مانجر؟ عادي خالص، ينفع تاخد منه اوبجكت بس ما ينفعش حد ايه؟ يورثه. تمام؟ في مشكله؟ هو هتلاقي في فرق بين الابستراكت، يعني ايه عكس بعض، تلاقيهم عكس بعض، بس عايزك ايه؟ مش عايزك تحفظهم بيهم يعني، انت تعرف ان السيلد ما ينفعش تاخد منه وراثه، اما الابستراكت ما ينفعش تاخد منه ايه؟ اوبجكت. في مشاكل في كده؟ في اي مشاكل؟ طيب الكلمه اللي كتبتها عشان يحصل الكلام ده ايه؟ سيلد مين؟ سيلد كلاس. يبقى احنا لو عايزين نخلي كلاس سيلد اكتب كلمه مين؟ سيلد. عايز كلاس ما ينفعش اخد منه اوبجكت اكتب كلمه مين؟ ابستراكت. عايز كلاس يتقسم على جزئين اكتب كلمه مين؟ بارشل. يبقى عرفنا بارشل، عرفنا سيلد، عرفنا مين؟ ابستراكت. في مشاكل في كده؟ طيب قال لك تيجي هنا في البيرسون مثلا كليك يمين اد نيو فايل، ناخد حاجه بس بسيطه خالص كده، حاجه اسمها سكن. سكن بكم هو ربنا يبارك في الوقت النهارده ايه. طيب في حاجه اسمها مين؟ انترفيس. انا